الاثنين حد كده من صحاب الاحزاب اللي شاري حزب بفلوسه، واحنا عارفين جايبين فلوسه منين، ها راح مسايب عليهم الكلاب بتوعه، ها قعد يشتموا عمار علي حسن، دكتور عمار علي حسن والدكتور حسن، انتوا ترجعوا تقعدوا في الجامعه ده قبل الثوره، تقعدوا هناك، انتوا ما تفهموش في السياسه. طبعا هم ما يفهموش في السياسه بالمعنى اللي بيفهموه الناس بتوع الحزب ده، ان السياسه هي العاب القذره، وانهم يخونوا بعض ويخونوا رئيس الحزب ويعملوا تآمر عليه ويشيلوه، وبعدين التانيين يربطوا مع التانيين والتالتين كده، هي دي السياسه اللي هي القذاره. يعني هم عندهم مفهوم السياسه يساوي مفهوم القذاره، كل الاعمال القذره هي دي السياسه، واللي يبقى قذر قوي ويعرف يستخدم اساليب القذاره يعني بحرفنه هو ده يقول لك ده راجل سياسي محنك قوي جدا. انما الدكتور حسن نفعه والدكتور عمار علي حسن على سبيل المثال، يعني دول ما بيفهموش في السياسه. قالوا لهم روحوا ارجعوا الكليه بتاعتكم، انتوا تروحوا هناك، انتوا ما تفهموش في السياسه. وهم فعلا ما يفهموش في السياسه بتاعتهم. يعني ازيك يا احمد ابو حميد، ازيك؟ حرية هو الامن ده اللي لاوي دراعنا. هو الامن عنده مشاكل جامدة جدا يا حرية، يعني تم افساد جهاز الشرطة على مدى 30 40 سنة، اكتر من 30 سنة طبعا، 40 سنة 50 سنة حسبها زي ما تحسب، بس هو مش 30 بس يعني، بس خاصة في ال 14 سنة الأخر اللي كان بيتم تجهيز المحروس انه يورث الحكم. فتم افساد جهاز الشرطة. عشان يتبنى جهاز الشرطة ده موضوع مش بين يوم وليلة، واللي يقول الشرطة لازم تنزل الشرطة لازم تنزل، لازم يقول حاجة حقيقية. مش يعني ايه بيسجل موقف للتاريخ وخلص ذمته من ربنا، الشرطة لازم تنزل الشرطة لازم تنزل ويخش ينام. لا، عشان الشرطة تنزل في مشاكل. قول لنا اي اقتراح، زي الاقتراح بتاع ان طلبة خريجة حقوق يخشوا ياخدوا 6 شهور ويبقوا ضباط شرطة مثلا، يعني ها؟ لان الضباط الشرفاء اللي موجودين في جهاز الشرطة الله يكون في عونهم يعني. وبعدين الشرطة دي مظلومة طول عمرها، اولا تم افسادها، يعني الطالب او الواد وهو صغير وقالوا له عايز تبقى ايه؟ قال عايز ابقى ضابط شرطة. ليه؟ عشان ايه؟ احارب الاشرار واقبض على الاشرار، هو ده كان حلمه عن ضابط الشرطة. طبعا الدنيا بقى اتغيرت شوية شوية، بقى ضابط الشرطة ده فاسد، مش كله طبعا، ومش لازم كل شوية الواحد يقول مش كله، انما تحول، وتحول بفعل فاعل، يعني مش هو لوحده باظ كده فسد لوحده، لا، عشان هو بقى شغلته الأساسية ان يحمي الحرامية هما وايه واللي هيتورث، يعني حاجتين، يحمي اللي بيسرق دلوقتي ويحمي اللي هيسرق بكره كمان، بيحضروا لبكره، ها؟ عشان طبعا لو ما جاش اللي هيسرق بكره منهم هتتكشف الاوراق وتتشاف المليارات اللي سرقنا ومهربنا اللي احنا بنكتشفه دلوقتي، هو ده اللي ما كانوش عايزينه. يعني هو عندهم اسعاده ان جمال مبارك ما يحكمش، ممكن، بس ما يجيش واحد يكشف الورق، فيبقى لازم واحد منهم. واحد منهم مش هنلاقي احسن من جمال مبارك يعني، ها؟ شاب وذكي وعبقري ومفيش زي، ها؟ وابن الرئيس ابنه بقى، يعني مش هينفع يفضح ابوه يعني، ولا يفضح نفسه كمان، ولا يفضح اخوه، ولا يفضح ولاد عمه او نسايبه، ها؟ نسايبه، اهل مراته واهل مرات اخوه وهكذا بقى. فهو انسب واحد هو ابنه، ها؟ فجهاز الشرطه ده كتر خيره. وبعدين كانوا يعني اتنين بالذات، ضابط المباحث وضابط الاسم، بيشتغلوا بطريقه يعني ايا كان بقى مخدرات او سرقات او كذا، بيشتغل مثلا 16 ساعه 18 ساعه بياخد ملاليم، هم قصدهم يعملوا كده عشان ينحرف، على الاقل يضمن ان نسبه كبيره منهم تنحرف. فدي احد الوسائل لافساد انسان، انك تضغط عليه جدا وتقسو عليه جدا
وتديله سلطة يقدر من خلالها يحقق أرباح كتيرة قوي فيفسد. يعني بتسد له باب قوي وبتخلي له باب تاني موارب، بتعرف يبقى مسدود على الآخر وتدي له سلطة في إيده. طب ما بالسلطة دي أنا بقى مثلا صحفي باخد 200 جنيه 300 جنيه مش عارف ايه، وفي نفس الوقت لما بخش عند الوزير بيقف يتمطر ابني ويستقبلني ويسيب كل الناس بره. وبعدين طب ارفعوا مرتبات الصحفيين مش عايزين يرفعوا، طب ادوا مرتبات كويسه للناس مش عايزين يدوا، طب مش عارف لا. فهو بيقول لك يعني افسد، بيقول لك افسد، معاك سلطه اهو ومش لاقي تاكل، وقدامك سكه تانية تاكل فيها الشهد، الشهد الحرام طبعا. فدي وسيله من وسائل الافساد، دي طبقت جدا في الشرطه وفي حتت كتير، وفي الجامعه وفي القضاء وفي المحامين وفي الصحافه وفي الاعلام، يزنق عليك قوي ويديك سلطه قدامك. ما ايه في الجنب بتاع الحراميه عشان بقى تعمل لي شريف بقى وبتاع وهتقعد تحاربني، لازم اجيبك عندي. فالشرطه دي يعني اتبهدلت. يعني شوف ضابط المرور ده مثلا يفضل واقف في الشمس وفي الشعه وفي الساعه وفي الهواء ويتبهدل وبالساعات ووقت كتير جدا وبياخد كام. ضابط الاسم نفس الشيء، ضابط بتاع المخدرات، الاداب، ضابط المباحث، بهدله 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 ودون مليم مليم، يقبضوا اخر الشهر مليم. ليه؟ واعطيله سلطه ضابط مباحث يا باشا والمنطقة كلها تخاف منه وتعمل له حساب تحت بيته، وأمناء شرطة وصولات ومخبرين وبتاع، يعني هتديله سلطة جامدة وبيشقيه يكفره. يعني بيقول له إيه؟ يعني بيقول له بقى ها يلا شوف شوف سكتك. أحمد الملح، إزيك يا أحمد؟ أهلا بيك. كان في بطء شديد وبعد المليونيه اللي فاتت بقى في بطء مش شديد. حلو قوي يا حريه، بيقول لك قبل المليونيه كان في بطء شديد، بعد المليونيه بقى في بطء بس مش شديد. تعبير ذكي جدا. في بطء طبعا، في بطء طبعا. يعني الناس اللي قتلت المتظاهرين دي لغايه دلوقتي ماشي، يعني لازم محاكمات مدنيه للحاجات المرتبطه بالفلوس، فلوس بره عشان نعرف نجيبها ماشي، انما اللي قتل ده اللي بيبقى ماسك مطوه وبتاع وكده بيتعمل له محكمه عسكريه في يومين ثلاثه وبياخد حكم لغايه النهارده ولا واحد سمعتش. انا لو حد سمع فيكم ان في واحد اتحكم عليه عشان قتل المتظاهرين قولوا، مع انهم معروفين يعني مش هيقعدوا يدوروا عليهم. يعني سلوى بتقول البط ده هو اللي هيجنن الناس. طبعا يا سلوى. انا كل يوم في الشغل المواصلات والعيلة ما شافتش حد الا متضايق جدا من موضوعات كاميليا وعبير وغيرهم، ده غلط مأخرنا الناس كلها. ما احنا قلنا ده يعني تكئه كاميليا وعبير وكئه عشان ياخدوا حته من التورته، شيل التورته من على الترابيزه ده الحل، غير خارطه الطريق. بدل ما خريطة الطريق حاطط تورتة على ترابيزة، اعمل خريطة طريق تانية ما فيهاش تورتة. خلاص. وبقى ادي فرصة للقوى الجديدة، قوى الثورة، قوى مصر الجديدة، انها تنظم نفسها وتكتسب خبرتها وكذا. سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة، طالما ماشيين صح ما نمشي ان شاء الله 20 سنة. هي يعني الفكرة يعني هناخد الديمقراطية ونقعد نلحسها يعني ندوق طعمها قد ايه جميل؟ لا، الفكرة ان احنا نعمل جديدة. ايه دي مصر الديمقراطية؟ مش خرابة
واليافطة من بره ديمقراطية، اهو احزاب بقى وانتخابات نزيهة وبتاع، دي خرابة.